الضفادع. بيعجبني في المخرج بتاعنا ان هو يقول لنا احنا هوا يا جماعه، على اساس ان احنا مش عارفين ان احنا هوا. اشكرك يا استاذ محمد. مش عارفين نبطل كلام. انا عمالين ناكل وامال عماله تاكل انت اللي جبتي لي مكسرات. جايبه لي نفس بتغريني. دكتوره بهرة دميس وحشتينا، ازيك؟ انت كمان. وفقرتنا الاسبوعيه كل ولا تاكل، والنهارده احنا هنتكلم على اهميه الاكل الني. ودي احدث صيحه. اللي هو ايه اكل الني بس عشان نحدده؟ الاكل الني اللي هو في لم يتم طهيه، ما اتطبخش، فبيبقى فيه الانزيمات بتاعته. ايه فايده الانزيمات دي؟ انها بتوفر على جسمنا انه يفرز انزيمات، فلما ناكل الاكل فيه انزيمات الهضم بتاعته الجسم ما يفرزش بقى من عنده انزيمات يهضم، يبقى مشغول بانه بيهضم، لا يتشغل بحاجه تانية فيدينا طاقه، ما يبقاش فيه الاند برودكتس اللي هي نواتج الهضم فتبقى دي سموم لازم نعمل الجسم يعمل ديتوكس وتخلص منها. لا، الاكل اللي فيه انزيمات ده بنسميه الرو فود، والاكل اللي هو ليفنج عايش. وهو نفسه بيعمل ديتوكسنج للجسم؟ لا، هو فيه انزيمات بتهدم. احنا عندنا نوعين من الاكل الني، نوعين. في رو فود ني بس، وفي ليفنج الحبوب حيه. دي بنشوفها في ايه؟ عارفه مش دايما في على نيو يير وكريسماس الحلبه بنزرع الحاجات دي بتنزل البراعم. دي معناها انها بقت حبايه حيه فيها الانزيمات بتاعتها، ابتدت تنزل البرام. دي لما تاكليها انت تستفادي منها، كلها غذاء عالي جدا. وهو ده الترند اللي دلوقتي بيجوا ليه. زي ايه دكتوره؟ علشان الحلبه وايه والفول والمكسرات، كل ما هو يتزرع. بس حبايه الفول بتاعت الكاكاو لا، لان دي ما بتنزلش برام دلوقتي. ده الترند. يعني انا مثلا الترند ده انك تاكل اكل ني. اعملي اكل ايه؟ هو الاكل الني بقى زي مثلا المكسرات اللي احنا ضاربينها دلوقتي، ده برضو زي البروكلي، زي الخرشوف، الفلفل الالوان. لا، الفلفل الالوان الحاجات اللي هي كل ما هو مكونات السلطه ومكونات الحبوب والبقول اللي هي ممكن تتحول برعم. يعني السلطه اللي فيها فلفل الوان ومكسرات وافوكادو والحاجات دي. اكل عدس ني؟ لا، العدس ما احنا بنسلقه. بس الحبايه بتاعته البقول والحاجات دي كل البقول بتحافظ على معدل السكر في الدم، ما بتعليهوش بسرعه. يعني انا لو اكلت ترمس حلو، ترمس وسلطات وحمص والفول النابت. الله. الفول النابت كل دي فيري هيلثي. كل ما هو بيتزرع في الارض يعتبر ني، بس مش الني بقى اللحمه والفراخ والسمك، ما ممكن ناكل ني دي كحاجه ثانيه. لان في عندي فتوه انا مندمجه جدا معانا في الحوار، فبتقول لك طب الفول ما احنا ناكله زي العدس، لازم يعني النقع فيتحول من حبايه نيه لحبايه حيه. اوكي، وخلاص بيتاكل كده بالنقع بس مش سلق ولا حاجه. ما هو لما بيتنقع لفتره طويله ولدرجه حراره مش عاليه، قالوا لغايه 120 فهرنهايت بس، ما بيحتفظ بقيمته الغذائيه. معلش انا هنعمل شوربه عدس. هنعمل شوربه عدس واحنا بنتكلم، بس اسخن ميه. أيوة. يعني برضه اكد المعلومه، ينفع انقعه كويس واكله على السلطه؟ ابا هي دي النقطه. ما انت لما بتنقعيه ودرجة حرارة بعد كده بسيطة جدا اللي هي 120، احنا دايما بنسوي الحاجة على 340 فهرنهايت على درجة حرارة عالية، انما درجة حرارة بسيطة فبالتالي الاكل بيحتفظ بقيمته الغذائية. حلو. طب اسألك سؤال تاني بقى، اسألك سؤال، بيشبع؟ جدا، وبيشبع يعني وبيدي طاقة. ليه بقى؟ لأن الأكل كله مليان الفيتامينز والمينرالز بتاعته. يعني أنا النهاردة للدايت اللي هو الفيجيتيريان، لو انا بفطر كنت فول، تمام، فول اللي هو الفول بطبخه، فول مطبوخ، انقل الفول ده واخده فول اللي هو الفول الحراتي مثلا، او الفول النابت، او فول الحراتي، او واخده فول الاخضر ده واكله في طبق، تمام. ولو في مش هشبع، ما هو تاكلي جنبه، وانت تاكلي قولي لي قولي لي ايه، خيار وجزر كل الخضروات كمان والفاكهه، ما دي تعتبر برضو نيه. انا بتكلم يعني انا بقول لك ايه، بصعبها لك ليه؟ علشان اللي قاعد قدامي في الاخر خلاص احنا عايزين نشبع نفطر، تمام. طيب انا هاكل اللي انت بتقولي لي عليه، الفول النابت. فول نابت او فول حراتي. بعد ساعتين هناخد طبق سلطه كبيره عليه معلقه زيت زيتون. بعد ساعتين هناخد فاكهه زي اللي عندنا وهنحط عليها حبه مكسرات. بعد ساعتين هناخد شوربه العدس. ده انت مش هتلاحقي اكل وهتخسي على فكره. ما انا عارفه ان ده هيخسسني، بس انا الاحساس ان مش هيلاحق اكل دي. لا، انا بحب الاكل ده وبيشبعني. ليه فيها بعض القبلانات؟ انت بتشبعك الاكل ده؟ ممكن افطر عدس، افطر بدنجانية مشويه في الفرن، فيري يعني هيلثي. ده بيديني طاقه وما بينيمنيش، ما بيسحبش مني طاقه. طب قبل ما نعمل العدس خلينا نطلع طبق طبق ونتكلم عليه. ايه رايك؟
عشان عارفه ان انت عامله شغل النهارده. طبق منى المفضل اللي بتقول لك انا ممكن اخد بتنجانيه مشويه طبعا طبعا ده طبق مكوناته بقى يا دكتوره مها يعني. صح كده؟ انت عامله طبق مشوي ده تمام. البروكلي ده يعتبر الاول مبدئيا من ضمن الخضار الني. ده اللي انت بتسميه خضار ده خضار محتفظ بكل القيمه الغذائيه بتاعته. ما طبخناهوش ما سلقناهوش حتى على فكره يا دوبك شم ريحه النار عشان ما حدش يفتكر ان احنا سويناه فقتلناه. لا ايوه انا احبه بقى يبقى كرانشي كده او يبقى جامد كده مش فلفل وكوسه وبروكلي كل الاكل ده لانه ما تسواش ما تغلاش على الاكل فمحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته والانزيمات. الترند الجديد في الدايت وعارفه بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل الحيوانات بتعيش سنوات طويله جدا اكلها كله ني اعشاب كلها اكلها العشب. كله ني ايوه ايوه والحصان ما بيجيلهاش امراض. تعالي بقى وكلي الحيوانات الاليفه اللي عندنا في البيت الاكل المطبوخ حلاوه المحشي خش في امراض حلاوه المحشي لا وهيبقى شرس وعنيف يعني اللي بياكل لحمه ده عنيف يعني لا انا ما باكلش لحمه خلاص يضرب مراته على طول زي ما كنا بنقول في الاكل المطبوخ اللي هو مليان سموم ومليان نواتج الهضم ده كل ده بيسبب الامراض المزمنه والديجنريشن. طب معانا سماح على التليفون اتفضلي يا سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ منورين الدنيا كلها. ده بيك انت حبيبتي اتفضلي. لو سمحت انا 65 كيلو تمام وعندي 22 سنه بس برضع وجوزي كل شويه يقول لي خسي خسي يعمل لي عقده. انت طولك قد ايه؟ لما انت 65 يبقى طولك قد ايه؟ يعني حوالي 154 او 155. يعني انت وزنك زياده 10 15 كيلو. طب اكتر منطقه فيها دهون فين يا سماح؟ الارداف. الارداف؟ عمرك ما عملتي رياضه؟ لا بعمل في البيت دايما. طول عمرك دي منطقه تخزين الدهون؟ لا بعد ما اتجوزت يعني. تمام. انت بترضعي؟ تمام. هي منطقه الارداف دي بالذات بتحتاج لنوعيه من نظام معين اللي هو بناكل فيه الحاجات اللي هي الجلايكيميك اندكس بتاعها او ما بتعليش السكر في الدم مره واحده وعالي. اللي هي ايه بقى؟ دلين عليها. اللي بيعلي السكر في الدم بسرعه نمره واحد الدقيق الابيض العيش اللي انت بتاكليه والبقسماط وخصوصا دلوقتي في الشتاء كلهم غاويين دلوقتي تقول لي ايه؟ انا بجيب بقسماط سن واسقيه في الشاي. دي اسوأ اكله. طب البقسماط ده اخد بقسماط من غير تسقيه الشاي دقيق بيتحول لسكر في جسمنا حتى لو سن. حضرتك بتقولي سن يا حبيبتي لانه بيبقى فيه دقيق برضه. فدلوقتي انت هتفطري الصبح مثلا ايه؟ فنجان فول ومعاه ربع رغيف بلدي. بعد ثلاث ساعات هتاخدي طبق خضار زي اللي احنا بنتكلم عليه ده زي الصوره ده اهو. بعد ثلاث ساعات هتاخدي فنجان شوربه عدس اللي عاملينها النهارده هنعمله دلوقتي او حاجه مسلوقه او مشويه بروتين وخضار وسلطه. بعد ثلاث ساعات هتاخدي فكهايه ومعاها واحده زبادي. بالليل تعشي ثلاث مرات فاكهه تاكلي خمس مرات وهتخسي والمنطقه دي بالذات هتخس مع المشي وشرب الماء كتير لان المنطقه دي بالذات بتحتاج ان احنا ننشط الدوره الليمفاويه وده عن طريق مشي خطوه واسعه ولا الرياضه دي اللي بتاعت انام على جنب واطلع رجل وانزل اي نوع رياضه بس انا بقول لها اسهل حاجه كبدايه المشي نوع الاكل كمان. طيب معانا تليفون تاني منى اختي. الو الو امل. امل ايوه ازيك يا امل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي انت يا امل واهل المنوفيه كلهم عاملين ايه؟ الله يخليك الحمد لله. قولي سؤالك ايه يا امل؟ ممكن اكلم دكتوره مها؟ معاكي الدكتوره مها سامعاكي. في حاجه بتغلي يا دكتوره؟ اتفضلي. انا بغلي الميه. لو سمحت يا دكتوره انا وزني 88 كيلو تمام وطولي 160 فانا نفسي اخس جدا يعني اوصل لوزن كويس. برافو عليكي. فانا نفسي اعمل يعني دايت يكون كويس سريع. طب قولي لي مفيش دايت سريع. انا بقالي اسبوع انا خسيت. مفيش دايت سريع. مفيش دايت سريع. محتاج وقت. اكتر منطقه تخينه عندك حاجه بتحرق اكتر. انا بلعب رياضه بمشي كل يوم ساعه. طب اكتر منطقه متخزن فيها الدهون فين عندك؟ عندي الارداف. الارداف؟ الارداف. تاخدي اي ادويه يا ولاد؟ لا. سنها بتاكلي كام وجبه في اليوم؟ انا ماشيه على نظام اللي حضرتك بتقولي يعني خمس وجبات في اليوم. ان انا ما بقطعش الاكل ربع رغيف الصبح بيضايه مسلوقه كده يعني. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا امل؟ الدكتوره بتسالك. عندي 24 سنه.
صغيره طيب. يا حبيبتي هنرد عليكي امل حالا، بس اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع بعد فاصل، نرد على امل ونكمل اكلنا اللي احنا مفيده شويه عين جمل وحبيبتي. امين النهارده نرجع تاني مرة تانية، وزي ما منى كانت بتقول هتفكر دكتورة مها بالتليفونات بتاعتها اللي سماح أول واحد اللي هي هي 65 كيلو وطولها 154 وبترضع وعندها 22 سنة عايزة تخس طبعا، وفي ناس عندها اعتقاد إن أنا برضو لو خسيت مش هعرف أرضع أو لو ما أكلتش أكل كتير مش هعرف. هو طبعا في نوعيات من الأكل مسؤول عن الرضاعة، بس تخيلوا إن أكتر حاجة تنزل تساعد في الرضاعة وتخلي اللبن ينزل أكتر ساعات النوم، ودي بقى غريبه يمكن هنا بالزبط. طبعا اول حاجه هسمع ما احنا ما بننامش، بس هي اكتر حاجه تخلي اللبن يزيد ان الام تنام. والحاجه الثانيه بيعملوها بره ان يخلوا سكين تو سكين، يعني الام تعري جسمها والبيبي يبقى عريان ويحطوا الجلد على الجلد عشان يحصل الحاله النفسيه والاطمئنان للبيبي بالزبط. ويخليه يساعده اكتر على الرضاعه بالزبط. فطبعا اكتر حاجه تنزل اللبن الفاكهه والنشويات، مكرونه رز. طب ما ترجع تقول لك هتطخها من هقول لحضرتك هنعملها مسلوقه مسلوقه يعني الرز بتحط ده طعمه بيجنن. او بطاطس مسلوقه ميه وفيها بهارات وتوابل كركم كاري ويتحط فيها الرز ربنا يخلي البهارات برضه الناس اللي بتعمل خضار مطبوخ لحمه مشويه ومعلقه زيت زيتون. بنحط زيت الزيتون على البرد على سلطه على خضار عشان يبقى طعمه حلو ومحتفظ بقيمته الغذائيه. طيب. الطبق الثاني اللي انت محضره لنا العدس. شوربه العدس في الساعه دي بقى وبتخ العدس ما بتخنش؟ اتس فيري هاي كالوري، في سعرات لان ده بروتين نباتي. طب اعمل بس ميزته بقى ان هو ايه؟ لا يعلي الكوليسترول طبعا ولا في دهون. وخدتي بروتين برضو ممكن البروتين والطريقه اللي هنعمل بيها. هو المشكله ان الناس يبقى العدسيه حلوه قوي تحط لها بطاطس ورز وزيت وبصل مقلي اتبهدل. طيب. احنا عاملين طريقه صحيه. طب نعمل مقادير، المقادير كالاتي لكل اللي اتفرج علينا. عصير ايه؟ عدس اصفر. لازم نضارع عدس اصفر، كرفس، طماطم، عدس اصفر وبصل وكرفس وطماطم وجزر واثنين مكعب مكعب اي حاجه معلش سويت بس يعني حاجه تدينا اي حاجه ملح وفلفل. طيب تمام فنحط كل حاجه بقى. حطي المكعبات والبصل يا ريت تبقى خضروات كله بقى. على بعضه نحط. انت مش عايزه زيت؟ شفتي احنا حطيت الزيت دلوقتي. زيت هنحطه على السلطه. كوبايه العدس بتاخد قد ايه ميه بقى؟ لان برده ممكن يعدي كوبايتين. الميه دي بقى اللي مهمه جدا إيه؟ عشان خاطر وعلى فكره العدس ده شوربه. احنا ما احنا عشان نعمله صح نقعناه ساعتين. انا باين ان هو منقوع. فاما بيتنقع العدس بتبقى الانزيمز اللي فيه ده حلو يعني النقعه دي. طبعا نحط عليه بصل. ونحط عليه البصل. اوكي وادي الطماطم. الطماطم بس بقى عدس صحي وهناكل العدس اللي نفسنا فيه. تمام بس انا لسه هضربه بعد في الخلاط بعد كده بعد صح؟ ده كرفس الاخضر ده؟ كرفس وجزر. وجزر. حط لك ملح انا حط خلاص. وممكن نحط الثوم لو ناس ما يعني تحب تفتح نفسها شويه. ياخد بقى غلوه واقوم ضربه في الخلاط. في الخلاط. وزي ما انت بتقولي برافو عليك. الثوم لانه منقوع فمش هياخد سوى كتير. مش هياخد سوى كتير. تمام فيحتفظ بقيمته الغذائيه. طيب في ناس كتير بياكلوه ويحطوا معاهم عيش. بلاش عيش ومحمص. ممكن تحطي عيش محمص في الفرن كبرضه كربوهيدرات. احنا محتاجين كربوهيدرات بدل ما تحطي رز ولا تحطي حاجه. بس تبقي عارفه مقدار العيش اللي حطيتيه. يعني كل واحد مثلا واحد التوست اثنين توست متخرطين وشويه ليمون بقى كمان وما احطش عليه اي حاجه ثانيه كده. مجرد ده حلو جدا كده. طيب انت عامله لنا حاجتين عايزين نتكلم عليهم. سلطه الجرجير. سلطه الجرجير بقى اهو هنا اهو. سلطه الجرجير والموز مع المكسرات. الموز ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الموز ده من الثمرات اللي عايزين نخليها تبقى حيه، فلما بتبقى اخضر بتبقى نيه. اما تسيبيها في مكان دافي وتبتدي تصفر بيبتدي الاميليد يسويها، فالنشا اللي فيها وهي نيه بيبقى فيها نشا يتحول ربعه لسكر. عشان كده الموز تاكليها تك سريع الهضم. يستحسن اكلها جامده شويه؟ لا انت فاهمه ولا اكلها مستويه؟ هيكون هو فيه انزيمات. طب منى كانت بتشتكي ان الموز بيجوعها الصبح. لما بغلط باخدها الصبح اجوع. تجوعي ان هو زي ما بنقول سريع الهضم بيمتص بسرعه بيخلي الجسم يفرز انسولين عشان بيعلي السكر في الدم. فيتاخد على امتى ناكل الموز؟ ناخد موزه وتفاحيه واحنا رايحين الجيم. ايوه بتقلل. صح انا كابتن. لونها بقى
لونها. لما بتبقى لونها اخضر بتبقى فيها نشا، الموز ده فيه نشا عشان كده بيقول طيب. الموزه فيها حوالي 120 سعر وبتتخن بتجوع، ولما تستوي هتبقى فيها سكر، هيبقى فيها سكر. طيب اعمل اخدها ازاي؟ طيب. اخدها بالنشا ولا بالسكر؟ هي مش فارقه. بلاش نشا، خديه سكر. هي ان انت هتاخديها امتى؟ بالظبط. طيب. طبعا لان الموز فيه كميه بوتاسيوم عاليه، فعشان كده دايما مريض الضغط بننصحه ان هو ياخد بعد سن ال50، بننصح كل يوم بموز. طب ثانيه واحده، كل يوم موز. انت قلتي اخد الموزه دي بعد او وانا رايحه التمرين؟ قبل ما تروح التمرين. ناس ما بيمرن ما يتمرنوش. انا اخواتي مثلا بياخدوه او اختي بتاخدوه بالليل، سالتها ليه يا عم الدكتوره بتاخدي بالليل؟ قالت لي لان هو صحيا مهم، لانه مهدئ للاعصاب. بينيم. ايوه صح، هي قالت لي الكلمه دي. وبعدين امتى بقى تاكليه؟ افرض انت ديورينج ذا داي مثلا انا في الشغل وعايزه اخد موزايه مش عايزاها تجوعني، احط جنبيها حاجه بروتين، زبديايه عشان ما تخليش السكر يرتفع الدم بسرعه، حبه مكسرات زي ما احنا عاملين. فالطبق ده كله اكل صاحي، اكل ليفنج، ده فيري هيلثي، صحي جدا، بيدينا طاقه. لما ناكل الموز ومعاه المكسرات انا باكل اكل كله انزيمات وكل ورو محتفظ بقيمته الغذائيه، هيديني طاقه ويحافظ على صحتي. انا الموزه اللي باكلها بالليل ما تطخنيش، لو اكلتها بالليل هتنيمني كويس، وفي نفس الوقت انا قبلها مش هاخد حاجه زياده، انا عارف تمام، يبقى مش تعمل حاجه، مش هتاخد حاجه. لكن ما بقاش اتعشيت وقعدت، يبقى قبلها ماشي او تمرين، يعني لو قدرنا يبقى قبلها ماشي او جيم. الناس اللي هي بتلعب رياضه اللي هي بتمشي، على فكره انا ممكن امشي لو افرض الناس انا مش عايز انزل في السقعه دي اروح الجيم، ممكن امشي مكاني وانا قاعده بتفرج على التلفزيون على توك شو بالزبط. وانا واقفه مطرح وبعدين اكل الموزه. طيب معانا انجي على التليفون، اتفضلي يا انجي. الو، اهلا يا انجي. ازيك يا مفيده؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ بعد اذنك ممكن اكلم دكتوره مها؟ سامعاكي، اتفضلي. دكتوره انا طولي 162 تمام، ووزني 67، وواقفه على الوزن دوت بقالي فتره ومش عارفه اخس، مع اني محافظه جدا على اكلي. طب بتاكلي كام وجبه؟ اربعه. طب لو جوعتي بين الوجبات بتاكلي حاجه؟ ما بجوعش، لا ما فهم. طب بتشربي ميه كفايه؟ لا ما بشربش ميه قوي. بتعملي اي نوع من انواع الرياضه؟ تمام. انا هقول لك على مثل بسيط قوي، لو كل يوم كلتي بسكوتايه واحده لايت ب 100 كالوري، 100 في 30 يوم ب 3000 سعر، يعني اخر الشهر تزيدي نص كيلو، اخر السنه تزيدي 6 كيلو. حلو قوي. يعني حتى المقصود ايه بقى؟ ان انت لو قللتي حاجه واحده بس ب 100 سعر من اللي انت بتعمليها كل يوم. بالظبط، هي دي المشكله، يعني في ناس بتبقى فعلا. طب هي قالت حاجه يا دكتور، قالت اربع وجبات، يعني انا بعمل الغلطه دي، يعني بقوم اشرب ميه كتير وما اعرفش اكل 11 الساعه 11 ابقى يعني جعانه جدا، فانا بضيع وجبه الفطار هنا. خليكي بيبقوا اربع وجبات فعلا كده غلط، يعني ما بساعدش على الحرق، ولا الميه اللي باخدها الصبح تساعد على الحرق؟ الميه بتساعد على الحرق، وبعدين يعني افرض انت مثلا مش اصل المفروض بنفطر بدري قوي، انما لو انت مش قادره يا منى ما بتصحيش بدري او مش بس الساعه 9 بس بشرب ميه، اقعد ساعتين اشرب ميه. تشربي ميه في ساعتين؟ تخش حمام امتى؟ يعني قبل ما انزل افطر وكده يعني. والطريقه منى بس هنا انا بغلط غلطه ان ما بفطرش بدري، يبقى انا ما بحرقش طول اليوم؟ لا طبعا هتحرقي، لان اصل هي مش حاجة واحدة يا منى، دي عدة عوامل هي اللي بتساعد على الحرق او بتساعد على ان الجسم يحس الانسان يحس بالشبع او بالجوع، فكذا عامل. اللي بتشبيه بسيط زي لو انا عندي عايزة ابني مصنع، انا محتاجة لاسمنت، محتاجة لمسلح، محتاجة لطوب، محتاجة العمال ومحتاجة للمراقبين. المكونات الاسمنت والمسلح ده البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الفيتامينات والمعادن، دول عشان الجسم يستفاد منهم ونبني المصنع، نبني جسمنا تمام. محتاجين لعمال، الانزيمات. الانزيمات دي محتاجه لمهندس يحطها صح تمام. الهرمونات فهي تكوينه كامله عشان نبني في الاخر الجسم، وعشان كده الهرمونات لما بتقل بعد ال 50 اي لخبطه في الهرمون ما بعرفش الخس او الهرمون تاثر على كل ده، اي لخبطه في الانزيمز يحصل سوء هضم وسوء انتظام. عشان النهارده نطلع بحاجه مفيده في الحلقه دي، ان احنا اكتشفنا النهارده ان الموضه في الدايت هو الرو، الاكل الني، والاكل الني هنا معناه ان احنا بنتكلم عن خضار مشوي، فواكه زي ما انتم شايفين، عدس، الحاجات في ني، في ني وفي رو، وفي يتعمل بطريقه صحيه ما تطهاش، لان لما بيطهي الاكل بيبقى ليه اند برودكت، دي بتبقى ليه سموم بتاثر على وظائف الجسم. شكرا، وهي دي اللي بتسبب الامراض المزمنه. دكتور ما انا بشكرك، ميرسي جدا جدا، بشكرك يا منى، وبكره ان شاء الله حلقه خاصه عن شباب
قرر ان هو يسيب مقوله انا مش لاقي حاجه اعملها، بامكانيات بسيطه جدا قدروا ان هم يعملوا مشاريع ومشاريع ناجحه. ايه هي المشاريع اللي نقدر نعملها مش محتاجه امكانيات كتيره وبحبه دخل بسيط او بحبه فلوس بسيطه نقدر نبقى عندنا مشروع؟ هو ده حلقتنا بكره ان شاء الله، وبناء على طلب حضراتكم كيف تبدا مشروع براس مال بسيط. بكره استاذ معفوشي.